وجودنا هنا باش نستقبلوا لامين جاي اليوم هو ولده والاكيب نتاعو بور سون ايفينمون اللي باش يكون ان شاء الله نهار السبت في مول الامارات كالعاده. السلام عليكم. اهلا وسهلا لاباس. الحمد لله. سمعت اني عملت كومبلي في كندا. اي عملنا في مونريال. حتى اوتاوا معناتها كانوا العروض اقبال جماهيري كبير وكبير ياسر يعني سبق العاده لانه كما تعرف انا شيراز دو جروب اون ا دي